لما مسكت النهارده رئيس اتحاد الكرة في اللجنة المؤقتة في 2005 خدت قرار من أهم القرارات، كابتن حسن شحاتة مدير فني للمنتخب الوطني، وضميت جهاز كابتن حسن شحاتة والكابتن شاوي غريب وعملت خليط من المنتخب أو الجهاز الوطني. ما فكرتش وقتها برضو كابتن حسن شحاتة كان ماسك المقاولين أجيب مدرب وطني، ولا فكر في المدرب الأجنبي. عايز الكواليس وقتها. لا لا، هو حسن أنا يعني أنا كان هممني يعني أنا معرفش دلوقتي ما بيعتبروش الحكاية دي مهمة، إنه يكون لعيب كرة كويس. لعيب كرة كويس بدماغه، يعني فاهم كرة كلاعب، أعتقد إن ده يبقى مشروع مدرب كويس. فإذا درس وخد خبرات عملية يبقى أنجح من اللي أكاديمي بس أو لاعب كرة سابق بس وما درسش. فأنت شفت الكابتن حسن عنده جمع الحاجتين، الكرة والنجومية، وأيضا كان مدرب وعنده خبرات، وفي نفس الوقت يعني أعتقد أنه هيبقى رد فعل كويس لما رئيس اتحاد كرة كابتن النادي الأهلي يجيب مدرب المنتخب زملكاوي كابتن الزمالك يعني عشان المسائل تهدى شويه بين النادي، ويعرفوا انه المنتخب الوطني ده مش بتاع احمر ولا ابيض. ايوه بتاع المنتخب مصر، المنتخب الوطني بتاع علم مصر الثلاث الوان حقيقه. طب لما بعد 2006 كابتن حسن شحاته حقق انجاز افريقيا، و2008 و2010 كان شعورك ايه بعد القرار اللي انت خدته في 2005؟ كنت مبسوط من نفسي كنت سعيد طبعا سعيد للبلد وللمنتخب وسعيد لانه ربنا بيض وشي. وكان قرارك صح. الفرحه اللي كانت موجوده في مصر وقتها كان القرار اللي خده الكابتن عصام عبد المنعم كان فيه توفيق من ربنا وطلع صح، وفضل الشعب المصري فرحان في الرياضه المصريه ما يقرب من 5-6 سنين وقتها. ودي يعني من الحاجات اللي الواحد بيعتز بيها، انه يعني اي واحد بيشتغل في حاجه في عمل عام اعلام او صحافه او رياضه بيبقى الساتسفاكشن او الرضا بالنسبه له ان الناس تبقى مبسوطه. لو الناس مبسوطه من شغلك تبقى انت سعيد جدا اكتر من اي فلوس. مش كده ولا ايه؟ حقيقه طب يعني الناس حبت برنامجك واسدت عليه وجالك لايكات وحاجات كده، انت تبقى مبسوط اكتر من اي حاجه. حقيقه طب فيعني اللي بيشتغل في اي عمل عام رضا الناس بالنسبه له هو المكافاه الاساسيه.